بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الأفاضل، وطبتم وطاب صحيحكم ومشاكم، تبوأتم جميعا من الجنة منزلة. وأسأل الله العظيم الكريم الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومجلس جديد من مجالس الشمائل المحمدية، نعطر هذا المجلس بذكر الله تعالى، ومن أحسن وأفضل الأذكار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وخاصة يتأكد هذا الأمر في يوم الجمعة وفي ليلتها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا علي من الصلاة فيه، أي في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. ونحن الحمد لله في يوم الجمعة وفي مجلس نتعلم فيه شمائله وهديه صلوات الله وسلامه عليه، فحري بنا أن نكثر من الصلاة عليه في هذا المجلس صلى الله عليه وسلم. ووقف بنا الحديث في باب الشمائل، أو في كتاب الشمائل، في باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العطر، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب، يعني العطر، والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رافع وغير واحد، يعني حدثنا غير واحد، أنهم قالوا: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب بها. السكة قيل أنها الوعاء الذي يوضع فيه المسك، وقيل أنه هو الطيب نفسه الذي هو المسك، والأول أقرب، يعني أنه وعاء كان فيه مسك يتطيب فيه صلى الله عليه، يعني يتطيب منه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله أنه قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، أي أحد أراد أن يطيبه بطيب كان لا يرده صلى الله عليه وسلم. وكذا أنس بن مالك كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي فليك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد، ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. والوسائد هو ما يجعل تحت رأس النائم، وكذلك ما يجعل تحت يده يتكئ عليها، فهذه لا ترد، إذا أحد أعطاك وسادة فلا تردها. وكذلك الدهن، الدهن الذي هو الطيب لا يرد. وأخيرا اللبن، فهذه الثلاث لا ترد، وهو حديث حسن. ثم قال: حدثنا محمد بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل وهو الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وهذا حديث صحيح. وهذا التطيب
أو هذه صفة التطيب للرجال وصفة التطيب للنساء. الرجال لا إشكال فيه، يعني طيب الرجال، قال طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، يعني الرجل إذا أراد أن يتطيب فله أن يتطيب بطيب يفوح منه الرائحة فلا بأس، داخل البيت وخارج البيت، بل هو مستحب له ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التطيب. لكن النساء، قال طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وهذا إذا خرجت المرأة من بيتها، أما طالما المرأة في بيتها فلها أن تتطيب بما شاءت حتى لو فاحت رائحتها، لأنها مع زوجها وبين أولادها، فلا أجنبي في البيت، فتتطيب بما شاءت. أما إذا خرجت فلا تتطيب بطيب يفوح ويشمه الأجانب، فهذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة مست من البخور فلا تقربن المسجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن المرأة إذا تطيبت بطيب يفوح منها ويشمه الأجانب فلا تخرج خارج بيتها، ولها أن تتطيب إذا خرجت بشيء يظهر لونه، لأن الطيب زمان كان العصفر والزعفران والأشياء هذه يعني أثرها يظهر في الملابس، يعطي شيء من الحمرة أو الصفرة، فإذا خرجت المرأة وبطيب يكون الطيب يظهر لونه ولا يظهر رائحته، وليس معنى هذا أنه يظهر يعني يظهر للناس كلها، لا، هي بطبيعة الحال ستستر بدنها بعباءة، فيكون هذا اللون تحت العباءة أيضا، ولكن الشاهد أن المرأة إذا أرادت أن تخرج فلا تتطيب بطيب تظهر منها به الرائحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنى العشاء الآخرة. واضح؟ أصلح الله حال نساءنا ونساء الأمة أجمعين. فهذا من البلاوي التي عمت في هذا الزمان، تجد المرأة تخرج ورائحتها تفوح أكثر من الرجل. ثم قال حدثنا علي بن حج أنه قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني ذكر مثله بمعناه، يعني هذا طريق آخر للحديث. ثم قال حدثنا محمد بن خليفة وعمرو بن علي أنهما قال حدثنا يزيد بن زريع أنه قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان، هذا اسم رجل وليس اسم امرأة كما هو شائع في زماننا، عن حنان عن أبي عثمان النهدي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده، وفي لفظ فلا يرده، فإنه خرج من الجنة. هذا الحديث في إسناده ضعف، والإشكالية في لفظة فإنه خرج من الجنة، خرج من الجنة هذا الحديث بهذا اللفظ لم يرد، يعني فيه ضعف، ولكن الذي عند مسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. الريحان، نبتة الريحان المعروفة لها رائحة، إذا أحد أعطاك ريحان فلا ترده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة، إلا إذا كانت هناك حاجة من مرض أو حساسية تأتي من بعض الروائح كالريحان أو عذر ما فلا بأس. ثم قال حدثنا عمر بن إسماعيل ابن مجالد، حدثنا عمر بن إسماعيل ابن مجالد ابن سعيد الهمداني ببغداد قال حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فألقى جرير رداءه ومشى في إزاره فقال له خذ
خذ رداءك. فقال للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. طيب، هذا الحديث في إشكالية أنه حديث ضعيف جدا، لأن شيخ الترمذي متروك، والرجل إذا كان متروكا عند المحدثين فحديثه ضعيف، بل هو ضعيف جدا كمان. ويعني حتى يعني مناسبة إيراد الحديث للباب يعني مناسبة ضعيفة جدا، حاول بعضهم أن يتأول وأن يجد لها مساغا ومسلكا. فقال أراد الترمذي رحمه الله بهذا الحديث في هذا الباب أنه إذا تطيب الإنسان ظهر أثر الطيب على وجهه فكان في أحسن صورة. فلذلك أورد حديث جرير أنه عندما رأوه فما يعني رأينا رجلا أحسن صورة، ما رأينا رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من يوسف. فيعني هذا فيه شيء من يعني التكلف في مناسبة الحديث للباب، وهو حديث كما قلنا إسناده لا يصح. ثم الباب الذي بعده باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتكلم عليه الصلاة والسلام. وهنا كلام جميل للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في التكلم. قال: كان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله، أفصح خلق الله، وأعذبهم كلاما، وأسرعهم أداء، وأحلاهم منطقا، حتى إن كلامه لا يأخذ بمجامع القلوب ويسبي الأرواح، ويشهد له بذلك أعداؤه. وكان إذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد، يعني تستطيع أن تعد عدد الكلمات التي قالها، ليس بهذ مسرع لا يحفظ، ولا منقطع يتخلله سكتات بين أفراد الكلام، بل هديه فيه أكمل الهدي. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه، وكان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه، وكان إذا سلم سلم ثلاثا، وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلام فصل لا فضول ولا تقصير، وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. تعالوا بنا نسمع الأحاديث الذي أوردها الترمذي رحمه الله في هذا الباب. قال: حدثنا حميد بن مسعدة البصري، قال: حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، أي كلام سريع متتالي، ولكنه كان يتكلم بكلام بين، كلام ظاهر واضح فصل يسمعه المخاطب فيفهم المراد، وكلام يعني مفصول عن بعضه من وضوحه وبيانه، يحفظه من جلس إليه من كثرة وضوحه وترسله في الكلام. وهذا حديث صحيح. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. وهذا صحيح، بل رواه البخاري، كان يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. ويقول أحد الشراح أن هذا ليس كان على الدوام يعني، بل كان إذا احتاج الأمر إلى ذلك توكيد أمر معين، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فما زال يرددها حتى خشي عليه الصحابة، وحتى قلنا ليته سكت من خشيتهم عليه.
صلى الله عليه وسلم. فكان إذا احتاج الأمر إلى إعادة الكلام يعيده ثلاثا ليعقل عنه أن يفهم. ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع، ونختم بهذا الحديث. ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر ابن عبد الرحمن العجلي أنه قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة، لأن الحسن بن علي ابن من من بنات رسول الله؟ ده الناس لسه خلاص فصلت، الناس عايزة تنام. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. فيقول الحسن بن علي سألت خالي هند بن أبي هالة. هند بن أبي هالة ده أخو فاطمة من الأم، زوج فاطمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أبو هالة، كان عنده ولدين، ولد اسمه هالة ولد اسمه هند، اتنين أسماء بنات صح؟ بس زمان في الجاهلية كانوا بيسموها البنات للأولاد للصبيان يعني. كان عنده ولدين، أو أنجبت خديجة من أبي هالة هذا هند وهالة، فهما إخوات فاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية من الأم. فالحسن بن علي ابن فاطمة بيقول سألت خالي هند بن أبي هالة، خاله من أمه أو يعني أخ أمه من الأم. كان وصافا يعني يصف. فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان نطقه. والحديث ده بالمناسبة طبعا لو حد يفتكر مرة معنا في الأول لما كان يصفون خلق النبي صلى الله عليه وسلم في باب خلق النبي صلى الله عليه وسلم مرة معنا هذا الحديث. قال وكان وصافا. فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان. متواصل الأحزان طبعا ابن القيم رحمه الله علق على هذه المقولة فقال أصلا الحديث يصح، وهو بالفعل حديث ضعيف جدا من ناحية الإسناد، ولكن المعاني التي وردت في وصف النبي صلى الله عليه وسلم هنا صحت في أحاديث أخرى متفرقة. تمام. فابن القيم ضعف الحديث وقال حديث لا يصح، ثم قال كيف يكون متواصل الأحزان وقد نهاه ربه عن الحزن، بل نهاه أن يحزن على الكافرين، فكيف أن يكون متواصل الأحزان وقد صرف الله عنه أصلا الدنيا وجعل همه الآخرة. قال متواصل الأحزان دائما الفكرة، ليست له راحة طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، وفي بعض النسخ بذكر الله أو باسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، المهين يعني الحقير يعني، يعظم النعمة وإن دقت يعني صغرت، ولا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا يعني المأكول أو المشروب، كان لا يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا يعني لا يغضب من أجل الدنيا، ولا ما كان للدنيا ولا ما كان لها إلا الدنيا. فإذا تعدي الحق يعني تجاوزت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار بكفه كلها، لا يشير بإصبع ولا إصبعين ولا ثلاثة، يشير بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها أو قلبها، وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، إذا تعجب من أمر، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه صلى الله عليه وسلم، جل ضحكه التبسم يعني لم يكن يضحك بقهقهة وبصوت عالي، جل يعني أغلب ضحكه أو يعني معظم ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام، يفتر يعني لما يضحك صلى الله عليه وسلم وتظهر أسنانه من الضحك والتبسم كأن حب الغمام
حب الغمام اللي هي حبات الثلج ناصعة البياض في لمعانها وهي تنزل من السحاب. يا سلام، فهذا المنظر تحب أن تراه. إذا تبسم وبانت أسنانه صلى الله عليه وسلم، شوف يقول الصحابي، يقول هند بن أبي هالة كما روى عنه الحسن، يفتر يعني يضحك عن مثل حب الغمام صلى الله عليه وسلم، تحب أن ترى وهو يضحك، وتحب أن تراه في كل أحواله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجمعنا الله به في جنات النعيم، ولا حرمنا الله وإياكم ورود حوضه المورود، وجمعنا به في أعلى عليين من غير حساب ولا سابقة عذاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.